بقول لك هنا جي. ايه؟ بس تيجي تطلعي جنب كده شويه عشان عاوز اقول لك كلمتين ما حدش يسمعه غير انا وانت وبس. لا حبيبي حاضر، وانا اقدر اخالف امر جوزي برضو ده، حتى يعني النوم بدري برضو يعني بيعمل الصحه كويسه يعني. لا حلو حلو قوي حبيبي، يلا تصبح على خير. وانت من اهل عليك ودانيا، حرام عليك يا كروان، افهم بقى، تعبتني معاك، طيرت شويه المزيكا اللي في دماغي. يا عم هورو رعيت تقول لي يا كروان وانت على وش الدنيا، انا خلفتك يا عم المطربين يا ذوق، جردل ينسون عشان الشويه دول يا بداره. ينسون؟ اه يا نوري، على قد ما انا مفروسه منك ومن اهلك على قد ما انا مستغلباك يا أراجوز. أراجوز أراجوز، بس اتعلم. قومي قومي يا بداره، قومي هاتي له الجردل اللي بيقول عليه اياك ياجي منه. بالمشيئة ده مؤكد. اللي أقول يا أبو سمرة، دلوقتي لو جدك عرف باللي أنت ناوي تعمله واللي أنا من تغفيلي موافقك عليه، هيعمل فينا إيه بقى إن شاء الله؟ ها؟ ولا يهمك يا عم أرقر، ولا يهمك، يا جد ده طيب أوي والنعمة، ولا هيقول حاجة.
ايوه طيب معاك انت ومع اهلك، ولو ان ده برضه مشكوك فيه بعد اللي عمله في طاحون الغلبان. يا عم ورقل لو قال حاجه ابقى منعني. قال هو جدك بيقول؟ جدك بيعمل على طول يا حبيبي، ده يصغر الزغره من دول ويناول اللي قدامه، وكل واحد بقى ونصيبه. اسالني انا اروح جدك؟ طب خليه يابا كده يمد ايده عليك، واللي وقع امي في شر عملها ماسكه. طبعا انت مش هتسكتي، انت هتصوتي على ابوكي يا روح ابوكي. ايه الافتراء ده؟ هو مفيش حكومه ولا ايه؟ انا مال انا في اللون الحزيني ده؟ وانا مالي، انا راجل فنان، كل اللي املكه احبال صوتيه وودن موسيقيه، تدخلونا انا ليه بقى في وجع القلب ده؟ ما هو وجع القلب ده هيجي من جرايرك يا حبيبي. يا عم انا المسؤول. لا مسؤول ايه وبتاع ايه؟ انت تروح الاول تجيب موافقه جدك وتيجي. اه يا حبيبي كله الا كده. هو ايه ده اللي كله الا كده؟ كله الا كده، لا مش هرجع، دي خبطتين في الراس توجع. كله الا كده، لا مش هرجع، دي خبطتين في الراس توجع. يا ليلى مش فايده. وبعدين بقى في جدي ده كمان اللي هيقف لي في سكتي. يا رب هو انا احلاه من هنا تتعقد من هنا. يا زينب. زينب. طحون. الحمد لله على السلامة. أبوكي، أبوكي فين؟ ما تخافش يا طحون، أبويا مش هنا. عايز عايز نهار اسوح، لا تكون ده خريف موت دي. عايز أبويا في إيه يا طحون؟ عايزه يسمع غيرك. أنا مش خايف منه، لا مش خايف منه، أنا عايز أحكمه بينا. تحكم أبويا بينا دلوقتي؟ دلوقتي؟ الساعة دي؟ الليلة دي؟ السنة دي؟ طب ليه؟ ده أنت طول عمرك بتحذرني وتزعل مني لو كلمة واحدة طلعت بينا لأي حد. أبويا عمل كده ليه فيك يا طحون؟ انا عارفه ابويا اكتر من نفسي، حنين على الكل وانا عنده غير الكل، وعمري ما هون عليه زعلني ويفجعني فيك. وانت يا طحون عارفك بقالي 27 سنه، وقلبي حسك قبلهم كلهم. فاكر لما كنت بنت متفاير، كنت ببقى عارفه ميعاد رجوعك من شغلك، قلب اسود شايك واجري جري على الشباك، تبص لي طرف عينك وتدخل بيتك، قلبي يدخل معاك وافضل مساهمه لحد ما اشوف شفتيني. ولما سمعت ان جد خطبني قلبي ده بطل يدوب، وعينيا بطلت تشوف تقريبا مده من الفرحه. عارفه ان جدي طب حيعين لو عرف انك شفتني في الشباك، هيرفض ويأذيك كمان. لكن أبويا كنت مطمنة له، عرام الطحون اللي رفض يواجهني، مع إني أكتر واحدة عارفة إن قلبه بيتمزع من اللي عملته فيا. لسه فاكرة عيني وهي بتضحك لما أمي جت تسألني عن اللي فيك. دلوقتي الكل بيضحك عليك. طب انت عملت كده من امتى؟ رد عليا يا طحون. من 7 سنين. 7 سنين؟ ياه كتير قوي. صبرت قبلهم 20 سنة. لو انا كنت صبرت 20 سنة كنت قضيت عمري كله ما حسستكش بأي حاجة. تمام زي انت ما اتجوزت وانا ما حسيتش بأي حاجة. ماتت
مت من يوم ما اتجوزت يا طحون. زينب هي اللي ماتت يا طحون. زينب هي اللي ماتت يا طحون. زينب هي اللي ماتت يا طحون. كل يا جابر كل. عم تحش كفتور الساقية. يلا يلا فز قوم اعمل لي قهوة يلا. بعد كل اللي قلته لك يا جابر بقول لك ده ما بجيش حتة على ولد الغالح ده. ولده ده هو الخير والبركة وجوز بنته يستاهل اللي بيجراله. بعد كل اللي عمله قبل سابق كان خسيس اتلملم على عويل. قصدك سعيد اتلم على مسعد. يلا روح قول له الشيخ جابر الشيخ عطية عايزك. قلت لك اعمل معروف بعدني عنه عاد. انا برجو بالعصايه في كفه جتتي بتتلبش وبخاف لا يزعطني بيها كسر عظمك السير. كانك لسه ما واعيش زين يا حزين. خايف منه ولا طمران فيك اللي هبرته منه من اهله؟ التنين يا واكل ناسك. والبت اللي فالق دماغي بيها. ست نبيلة. ايوه ست نبيلة روحك هتطلع وانت بتقول اسمها. والله قلقان لجد هيطلع روحي من تحت عجليه. نفسها تجوزها جابر ننهي نخلف منها حتى تعيل. الا انت ما جربتش العشق واصل يا قتيل. بكرة لما نتلايم على المراد هنقدر نحب ونقول اللي في بالنا. بس انت جمد قلبك وحسن اكلك ده شوية عشان اعرف امخمخ بمزاج ولا ناس ان الناس فاكراني باكل على حساب العفاريت. يا دي الوجع عاد ما كفاك يا جابر واكل. الوكل ده انا معاكلوش. من عند حبيبي علشان انام يا معلم. شيخ عطيه انا اللي فيا مكفيني صرف الله خليك صرف. هاي صرف صارفه. طول عمري اقول انك انت ابن حلال. لسه كنت هبعت لك الواد عويس يندك. عويس ده كلام؟ انت عايز تفضحنا ولا ايه؟ بقولك ايه، انت راجل طول عمرك حويط وبتحب بداج الحاجات، مش عايزين عويس والحاجات دي. يا ولد طيب وجدع ما قولناش حاجه، بس بيني وبينك برضه اصل هو اتدلع شويه على نبيله. خبر اخبار ايه ده؟ انا كنت نسيت نبيله خالص. استنى 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 بس، سيب موضوع نبيله دلوقتي، الحكايه كل مدى بتزيد. معلش اصل انا ما بحبش الولاد يزعلوا مني خالص خالص. بأمارت ما قهرت بنتك على جوزها. بتقول يا راجل انت جوزها ايه؟ مش انت اللي قلت لي انا ما قلتلكش تمد ايدك عليه وتتهسه. ما انا مستوش. انما الحقيقه عارف الواد ابنك هو اللي عمل. ابن اللي عملها؟ لا. طب وانت عرفت منين عدم المؤاخذة يعني؟ ايه؟ انت مسرح ورايا عفريت من عفريتك ولا ايه؟ بحميك من نفسك يا معلم. ربنا هو الحامي. بقولك ايه؟ ابعدهم عني. انا لا بحبهم ولا بخاف منهم. اللي يعجبك يا معلم. شفت المسكينة بنتك؟ هو الوضع واسأل اسمها ايه؟ زينب. حصلت قلبي عليك يا بنتي. صلي الفجر وعدي عليها، هي ما نمتش من امبارح.
اللي تقول لك عليه نفذه. سبحان الله سبحان الله، اللي تقول لك عليه نفذه. لا ده نفس الكلام اللي قاله الواد خليفه. بقولك يا عم، انا انت مدور ورا الواد خليفه عفريت من صبيانك ولا ايه؟ بس خليك فاكر اني حذرتك، اوعى تمد ايدك على بني ادم لحد يوم الثلاث اللي جاي. سلام. تعالى لي زي دلوقتي. ايوه بس افهم اشمعنى يوم الثلاث يعني؟ لا لا ما تسالنيش يا معلم ليه عملت كده؟ لا 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 حرام عليك، ما تاذنيش، ده انا راجع مخصوص عشانك. لا اله الا الله لا اله الا الله، انا هروح اصلي الفجر. سلام عليكم. يا ابوي كان هيفحصني. تجيل الحزين تجيل. ده انت زعق لك نبي. اطلع اطلع. عويس يا عويس. ايه ده نبيلة؟ معلم انت زعلانة ولا ايه؟ عندك حق، بس انا كمان عندي حق. انت ليك كل الحق يا معلم. ايه يعني البت نبيله رجلها تنكسر ولا تتخرش ولا ان شاء الله حتى تموت؟ ده كلام تقول ايه؟ طب انا زعلان، اساليني زعلان ليه؟ مش يمكن عندي حق؟ عويس يا عويس. ثم يا بت انت ازاي تخبطي دلوقتي على الواد ده؟ ده كلام يعني؟ غوري انا هصحيه واصلي الفجر وبعدين اعدي على عمتك. وعلى اكرام وعرام ونرجس ونتقابل ونقعد مع بعض، مش ده الكلام اللي بتقوله لي على طول؟ سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. البت دي باين حصل لها لطف. انت يا عويس انت مت ولا ايه؟ لا ده لا اكون لشيته حاجه من الحاجات اللي بيسرحها عطيه دي. ولا طب انا هخش اطلع عينك. انت عويس انا عويس هترد على انت مت ولا ايه؟ عويس حكايتي انا والله ما عارف اقولها لك كيف دي. ما طنت يا ولا في ايه؟ اصلي قلقان يا معلم، لا تزمق مني. ازمق منك؟ وانا هزمق منك ليه؟ انت هببت ايه؟ لا ابدا، اصلي انت دلوك يا ما كنت هتعيط عليها بالجامد انا قلقت وقمت عشان افتح لك الباب. قبل ما افتح الباب لقيتك كسرت الباب كسير وقعدت تعيط عليها بصوت عالي وتقول يا عويس. اقول لك ايوه يا معلم ايوه يا معلم ايوه يا معلم. وانت كانك ما كنتش ناضلني، هملتني ومشيت وانا قصاد عينيك. ولا ولا عويس بالك لو بني ادم سمع الكلمه اللي انت قلتهم دلوقتي دول هعمل فيك ايه؟ الا خابر، خيرك سابق يا معلم. انت لسه فاكر يا علي؟ انا خدامك يا معلم. طب يلا روح شوف شغلك. اللي بيحصل لي ده لازم يعاني. لازم يا حبيبتي يا خالتي يا حبيبتي. وبعد ذلك بقى يا بنت انتي ما تبطلي زن وعياط. بني ادم هو وعيلته قدام. اعرف يا جدي. يا سلام، اللي يسمعك كده يقول عن ما تشوف عنك الحجاب يعني، تعرف ايه بقى؟ حبيبك يا جدي، حبيبك اللي لابد مع القطط ليل ونهار. قصدك مين يا بت؟ شيخ عطية. ده انا
صحيه ولا سيبه نايم؟ لحيرة ايدي يا ربي. صح مين نيلة؟ وصلي في دليالي؟ لا ابدا يا معلم، انا كنت خايف يعني اصحيك ولا اسيبك نايم وامشي. وانت كنت فين ايديها دلوقتي؟ ما هو المعلم طحاني شيعني المزاد جواف المخفي مسعد. مش عايز رغي خالص. وتاني نوبة لا تروح ولا تيجي غير بإذن مننا. ده يوم المنى يا معلم. ده الوعد أنا عايزه. تحت أمرك يا معلم. دلوقتي أنا امبارح أما كلمتك في حكاية بنتي دي، أنت قلت إيه؟ قلت لك واللي قولك طبعًا إنك تسيبها هي وجوزها يتفاهموا، واللي يتفقوا عليه نفذوا أنت. هاي. وانت بتقول لي كده ما كنتش عايز ان في حد ولا حاجه راكباك يعني؟ ايه راكباني ازاي يعني؟ اصل اللي انت قلته ده هو بالظبط اللي قاله الشيخ عطيه. ايه قولك في كده بقى؟ هو الشيخ عطيه برضه راجل بركه، وبعدين ما هو ده القول المناسب قوي يا معلم في حاله زي دي يعني. مناسب؟ طب هو راجل بركه، انت راجل عديم البركه ولا راجل من اصله؟ وبعدين يقول لك بقى ان هو عارف كمان حاجه مهمه قوي، عارف ان الواد طحاني هو اللي عجن طحون العجنه السوداء ديت، مش انا زي ما الناس كلها فاكره. اللي انضرب ده جوز بنتك يعني واحد من العيله، وما دام انت قلت انك ما لمستوش تبقى صادق، ما لمستوش يبقى اكيد حد من ولادك هو اللي ضربه. ما انت مش معقول هتسيب حد من رجالتك يعملها. طب بس اتنيل قوم يلا، مش طايق قوم قوم امشي، ولو سعدك في اي حاجه تاني قول ما اعرفش امشي. امرك يا معلم. بقول لك يا مع مين؟ دلوقتي تعرفش راجل حكيم يكون متصيط وابن حلال وبيفهم كويس كده في حكايه الحكمه والحاجات دي؟ طب دلوقتي بقى اقول اعرف ولا ما اعرفش؟ دلوقتي المره دي قول اعرف المره دي بس. انت عدم المؤاخذة يعني عايز حكيم في ايه؟ انت مالك دي خصوصيات يا عف. ما هاني لازم اعرف العيان وعيان بايه عشان اقدر اسخص لك الحكيم. سخص لك؟ مالكش دعوة، انت تقول تعرف حكيم وبس. سبحان الله في طبعك يا معلم. ما هو عدم المؤاخذة يعني اللي عيان بدراعه له حكيم، واللي عيان بعقله له حكيم. بتلمح ليه يا ولد؟ انت قصدك يعني عشان ابويا وجدي ماتوا معلوم؟ وربنا ما اقصد يا معلم، لا اله الا الله في اليوم اللي مش فايده بقى. انا اقصد يعني جايز مثلا تكون عايز حكيم حريم. تكنيله فيكم في منظرك. انا ولا هجيب حكيم راجل للحريم؟ والله يا معلم مش جايز مثلا عايز حكيم للست زينب يعالجها؟ لا يا روح اهلك، مش لستك زينب. انا عايز حكيم يكون متصيط وابن حلال كده ومحترم ادب يعني، عشان ست اكرام بس وحياه اهلك. لو حد خد خبر من الحكايه دي هقطع على خبرك. طب بقول لك يا معلم، ما تعفيني انا من الحكايه دي. انت ما تعفيش روحك، مالكش دعوه. انا اعفي على كيفي او ما اعفيش. وبقول لك ايه، تاني مره لو سالتك على اي حاجه قول ما اعرفش. حاضر يا معلم. اسمع على خليفة، اصل انت مع انك لئيم وخبيث بس انت حبيبي. تعرف ليش حكيم كده يكون ابن حلال ومتربي عشان ستك اكرام؟ اعرف معرفش. ايه يا عويس انت اتجننت؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ حاجه مليحه يا جابر ما قدرتش اهملها، قلت ابلغها لك قبل ما انساها. تخص مين بالظبط؟ الولد الغالي. ربنا سامحني والله خجلان من نفسي. حلو قوي، اترزي واحكي لي. القتيل حسين فجلي قال لي ان فيه بنيه كيف الابال سلايف عليه، وعلى القتيل حسان قبل منيه، ولد القدوسي هو اللي قال له. البت دي تعرفها؟ لا، بحرويه. بس البت دي كانها بتفهم مليح، بتقول على حسان خرنش لايق عليه الاسم قوي. سيبك من اسمه وقول لي اسمها، مهم قوي اسمها.
كنت فاكرها. لا اوعى تغلط في الاسم. هو اسم زينك ده؟ ها اسميها رحمة بس بيقولوا لك عليها كيف البدر، لايف على الواد وعايزة تتلجاه لاجل ما تتلجى في فلوسه. طب قرب ودانك الحلوين وتعالى على نفسك وافهم اللي هقوله وجري على المعلم. قلت لك بعدنا انا عنه. لا مش وقت غباوه، اسمع اللي هقوله لك ونفذه. ما تنطق يا دغري، انا مش فضيلك، عايز افضل المعدول التاني. هو قال لك يا جدي اني كنت عارف انه اللي هو اني كنت ما تكمل يا له. يا معلم عراه. يا معلم. يا ويس تعالى. يسعد مساك يا معلم. يمسيك بالخير يا سيدي. في حاجة مهمة عاوز أقولها لك. حاجة إيه؟ اتكلم في إيه؟ ما أنا ما أقدرش أقولها لك كده يعني. أيوه أيوه. طلع الثاني وأنت دلوقتي من هنا. حاضر يا جدي. بس الشيخ عطية هو اللي قال لك ده. ما تقلقش يا معلم. محدش هياخد خبر بالحديد ده واصل. طبعا ويس روح عند دلوقتي. ولهت تتمنى التقشينات بتوع ابوه وخدت في وشها. يبقى انا كان عندي حق في اللي عملته ولا لا؟ يسلم عمايلك يا فتوت، ومال اخويا وماله؟ يلزمش اي خدمه تانيه. وانت كنت كملت الاولانيه؟ انا مش قايل لك يا بني ادم تقطرهم منين ما يروحوا لحد ما تعرف مكانها وتبلغني. ومين قال لك بس يا فتوى ان انا معرفتش مكان؟ لعلمك بقى مكانها ده كلفني كتير قوي. 10 جنيه بحالها وتعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. ماشي، بس امانه عليك بقى يكون الكلام ده بعيد عن المعلم. لا ده اساسي فيه المعلم. مسامحك يا اخوي، اتكل على الله. يا جماعة أنا ما عارف أقول لكم إيه في البلوى المسيحة اللي حصلت. ما تتكلمي يا سكينة. لا بقول لك إيه، أنت تسيب سكينة في حالها، أنا مش ناقصة، كفاية اللي أنا فيه. أنت تقول لي جد هو اللي هيخلصك من الورطة دي. ورطة؟ ورطة إيه يا أدوس؟ بقول لك إيه يا أدوسي، طمني. المعلم الكبير ليه دخل بحاجة من اللي هتقولها؟ طبعًا لازم يتدخل، هو اللي هيحلها مفيش غيره. أختك يا أختي وأنت عارفاها. الله، ما تتكلم يا أدوس. والعيال دول منين بقى؟ ها؟ من الجمالية يا معلم. جمالية؟ دول مسكوا فيك من باب للطاقة كده ولا كل ده من غباوتك وقلة حيلتك؟ ما أنا يا سيدي المعلمين يعني خايف أقول لك الحقيقة تطربق الجمالية باللي فيها. لا خاطر، أنا لسه دماغي في راسي، وبعدين عارف إن أنت غلط وتستاهل الدق فوق دماغك. مظلوم وغلاوتك يا معلم مظلوم، المرة دي هم اللي غلطانين والغلط كمان كبير. ولا اتكلم دغري، اصل حاله البنات اللي انا شايفها دي وبعدين هربان الواد فجله ده مغوشني. قولي حد من العيال عمل حاجه ولا رجع لوجع القلب تاني؟ سعران بعيد بعيد خالص يا معلم. يبقى حسان بقى هو اللي قريب. وكمان سي حسان مظلوم، ما فضلش غير الواد سمير. بس سمير ده نيله، ده المزيكا لحس الدماغ وده هيفضحنا. يا ريت يا سيدي المعلمين، يا ريت يا ريت كانت الفضيحه جت من سي سمير، كانت بقى ترحم. بلا انا مش عايز مراوغه، اتكلم دغري وما تسكتش غير لما اقول لك، والا هقوم اكسر دماغك. حاضر حاضر يا سيدي المعلمين. بقى انا كنت راجع من عندهم، رجلي حدفت كده على قهوه في الجماليه، لقيت اتنين قاعدين، واحد فيهم افندي والتاني لا. يظهر يا معلم انهم ما خدوش بالهم يعني ان انا نسيبك لمؤاخذه، يعني ما حسوش بيا خالص. الاثنين كانوا بيهلفطوا في خطوبه سي حسان الست. ايه؟ حسان خطب نبيله؟ الله، لو انت ما تعرفش يا معلم. ما اصل اللي حصل بين طحون وزينب والحكايه دي كلها لخبطت لي دماغي. اللي عرفته انه اتعرض للبنت في الشارع وضربها. انا كنت ناوي اكسر دماغه لولا الدوشه اللي حصلت. ده الكل عارف يا سيدي المعلمين. وفق
افرض ده كله حصل، ايه دخل ده بكلامك؟ ده هو ده يا معلم اساس الكلام بقى، هو ده اساس الكلام. ايوه البقفين دول كانوا قاعدين يقولوا كلام زي الزفت عن سي حسان وبنت خالته. ايوه بيقولوا انه يعني حصل وحاول يصلح غلطته فتقدم لها بس هي رافضت. بتقول ايه يا بقف يا حمار انت؟ بعدها لك يا بنت معيلك بطلع يا طول. انا جاي لك دلوقتي وانا عارف ان الغلط راكبني من ساس الراس، بس انا احكي لك وانت حكومي. وانا احكي لك ليه؟ ما هو كله كان على يدك. اولكش الزفت اللي اسمه طاحون والعامله المنيله اللي عملها وسايب البت مراته عيلتها ياما وقاعده مع خالتك بتعيط معاها، والمنيله اللي اسمها اكرام هي اخرى مهمومه على خالتك برضه وقاعدين داخلين لبعض سبع عياط هما الاثنين. انا اجري من دول واجيلك الاقيك انت كمان بتعيطي كلام. اسمعيني بقى، أصلي طول عمري بخاف من الموت، دلوقتي أنا ميت من الخوف لموت فعلا. الآن من الحكاية دي أصل الدنيا كلها اتشندلت على دماغي زي ما أكون زهقت مني ولا قرفت من وجودي، وأنا بتلكك بتلكك على خبر يفرحني ومش لاقي. الا وما طولش عليكي اللي يجيلي زي الطيف كده العريس يقول لي قوم هرع قوم روح لنبيله وما ترجعش غير وهي موافقه. قلت اقعد معك شويه ابيت عندك بعد ما اتعشى ونسهر نرغي سهر الصبح. اول هيك عامله كده ايه؟ مش هتاكليني ولا ايه؟ وحشني طبيخك ده، انت معلمه في الطبيخ. طب قولي انا ما عندكيش، قولي ما عنديش يا جد. وانا شاي عجيب الاكل ونتعشى سوا بنتي. بس انا مش موافقه على الجوازه دي يا جدي. مش هرد عليكي، تعشيني الاول وبعدين نقعد نتكلم سوا. ولا انت عايزه جدك يموت من الجوع؟ اخص عليك يا جدي، والنبي اوعى تقول كده تاني، ده احنا نضيع من غيرك. انا بس كنت واخد على خاطري منك عشان عرفت بموضوع كسر رجلي واللي بعمله معايا الواد ده، ما سالتش فيا، حسيت ان انا ماليش حد في الدنيا كلها. ياه هو ده اللي مخوفنا يا نبيله، انا من جوايا خايف لا يطلع لي حاجه بجد، خايف لا يحط عليا اللي حط على ابويا وجدي قبل كده، اروح من الدنيا واسيبكم انتوا بينكم اللي بينكم. بينكم ايه؟ ده انتوا مفيش بينكم حاجه، كل واحد يكون في ناحية بعاد أو عن بعض. يعني يرضيكي ده كله يحصل لي في أواخر أيامي ويجرى كل ده الغرام الطحاني يا نبيلة؟ طب أنا هقوم إيه؟ وأحضر لك تتعشى. طولت بالك يا فتوة أنا مستحيلك، والهم طالك وجالك يوم وقرب رحيلك، حتسيبها وعيال عيالك سبحة حبتها كرت، لملم عيالك ومالك واتفرد شد حيلك. ده مش عرام الطحان الراجل اللي كيف السبع، الراجل ماشي ما نضرش قدامه، بس المصيبة الوعرة يا جابر انه رايح احداها. احداها عند مين يا واد؟ اها
جابر، يعني انت ما خبرش؟ ما خبرش ايه؟ الله يزيدك غباوة على غباوتك، ما احنا دافنينه سوا. يا جابر، يعني عايزني اسألك معجباني؟ انا بس بدي افهم ايه اللي موديه لست البنته وهو متشندل كده؟ جابر نادم عليه بكره وافهم منه كان هيقول لها ايه عاد. لا خليه لحد يوم التلات، اهو يكون وقع في حجرنا حاجه كده ولا كده، اهم ينفعوا مع الشويتين بتوعنا. قالنا هنبدا الشغل يوم التلات يا قفل. ايه ده؟ يعني ايه؟ تلاقيها فضلت تعيط وتتمسكن، لسه يا دوب داخله عشان اكلمه لقيته شايط. خفت بقى لا يضربني قدام الواد عويس، صدقت خرجت. معلش، المهم دلوقتي هو ما كلمكش عن خطوبتك لنبيلة؟ ما تقولش خطوبتي، انا ما خطبتش حد، ويواجهني بالحيلة الملطوش في عقله ويكذبني. الله 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 الله، ايه يا حسان؟ ونبيلة ذنبها ايه بس في اللي بيحصل ده؟ ده جدك لو عرف لا هيفوتها لا ليك ولا له بالساهل. ولا انت بقى ما خدتلكش موعظه من اللي عمله في جوز خالتك؟ وهو بقى لو هيموتني مش هتجوزها، ده انا ما صدقت ان رحمه وافقت. تاني يا حسان، تاني هتقول لي رحمه؟ جوز خالتك كمال القدوسي وصل كلام مهيب وهو مسطول، وفجله وصل كل كلمه لكل واحد يعرفه. الكلام وصل لجدك وابوك يا حسان، يعني ننسى خالص. ايوه بس هي قالت لي ان اللي شن عليها سليم الجزار عشان كان عايزها تشتغل معاه وهي رفضت. دي كدابه، ودي من امتى حد بيصدق لها كلام؟ ايه يا حسان، انا برضو اللي هنصحك ولا ايه؟ وانت تنصحني ليه وانا يعني هقبل نصيحتك؟ انا مش عايز كلام في الموضوع ده من اساسه، ولا انت ناسي ان انا بقيت موظف حكومة؟ يا مصيبتك السودة، انا قلتلك تعمل كده ولا تقول كده؟ وطي صوتك يا عمنا، لمراتك تنزل على غفلة تسمعنا وتروح فيها. انت يا غبي، انت مش قايل لك مسامحك؟ مسامحك يا عمنا، ما انت قولتك نيه وما تجيبش تمنها. ايه روح قول للجدي، ما انت اشتغلت شغلانه فله وانا خدت الخيط واشتغلت عليه. يا بني ادم انت، انا كان قصدي مصلحه ولاد خالتي، عايز البنت تتجوز والواد الحق قبل الفخ. وهو انا كنت اقصد غير كده يا عمنا؟ انت عملت مصيبه كبيره وفضيحه، مش العرمية اللي يتقال عليهم كده جرسوهم. انت مسامحك؟ مسامحك اخويا، انا هتجنن هتجنن. جدي لو عرف هيبهدلني وهيبهدلك، ده زائد ان انا اصلا مش طايقك. الله يولع فيك وفي غبائي وفي الساعة السوداء اللي شفتك فيها يا رحمة. لا يا حبيبي لا، ما تدبسنيش انا وتخلع انت منها. ساعة الجد لما يجيب وينسى على فوخك هقول ان انت اللي قايل لي. ايدك بقى على 50 جنيه. نعم، انت تفضحني في شرف قرايبي وعايز فلوس كمان. لا يا اخويا لا يا حبيبي، ما انا مش هصرف على الشغل من جيبي لا مؤاخذة. انا نطورت لك شوية فلوس على شوية نسوان من بتوع الغورية عشان ينطوروا لك الحكاية. وانا ناقص يا ربي. ايدك بقى حبيبي على 50، وكمان يومين ثلاثه كده اعمل حسابك على 150 جنيه. ولا اقول لك خليهم لما الحكايه تتم على خير. خير قصدك بعد ما ربنا ياخدني انا وانت. مسامحك مسامحك اخويا. الساعة بقت 8 يا جدي. 8؟ ده انا الفجر فاتني على كده. معلش يا جدي، صلي قضى وانا محضرة الفطار على السفرة. صبي إبليس وغاوي تدليس وتمحليس، إن كان كبيرك صبي إبليس
اهتم وعيش بالحق وسير على الصراط وده أمر عسير لكن نسير ويبقى يسير وكل حلم وله تفسير.